صباح الخير يا حبيبي. اعمل لك نسكافيه معايا؟ ماشي. بلاك ولا باللبن يا منصور؟ منصور نسبة بنت انا بتخونك قطع لسانك. ولا انا بنتي متربيه احسن تربيه. ايوه اللي ربى بتاع مربى. مين منصور ده يا جدعان؟ مين منصور؟ اللي بيلعب منصور. ما ترسونا على التيت يا جماعه. الله انتوا اتجننتوا، هتتخانقوا مع بعض هنا. عيب عيب يا اساتذه، انتوا في عياده الدكتور شبراوي عظيمه مش موقف ميكروباص. اقعدوا خلونا نبحث الموضوع بهدوء. ايه اللي حصل يا عمر؟ اللي حصل فضيحة يا دكتور. اتفضل اتفضل شوف الهانم، شوف الهانم وهي بتطعن في شرفي. منصور حبيبي. هي رسمة كانت تعرف حد ايام الجامعة اسمه منصور، كانت بتحب حد ايام المدرسة اسمه منصور. نسمة ما بتحبيش عني اي حاجة يا دكتور، والكلام اللي انت بتقوله ده مش مظبوط. عمر انا محتاج اعرف بالتفصيل الممل، بعد ما روحتم حصل ايه؟ ولا حاجة، اول ما دخلنا البيت راحت قعدت في الليفنج، فقلت افك جو التنشله شويه، ورحت فتح لها التلفزيون ودخلت المطبخ عشان اطبخ. حلو قوي، طبخت ايه؟ طبخت ريزوتو بالسيفود. وانت بتطبخ كانت هي بتعمل ايه؟ كانت هي قاعده بتتفرج على فيلم في التلفزيون. فيلم ايه؟ متهيألي فيلم الجزيره. فيلم الجزيره. انا جد هطول ما انت جنبي. كمل كمل. ابدا، بعد ما الريزوتو جهز خدت الريزوتو ورحت بيه لحد عندها، لقيتها نايمه ورحت شايلها وداخل على. خلاص خلاص انا فهمت. فهمت ايه يا دكتور؟ ده يا ساده منصور اللي نسمه بتحبه. نسمه بتحب احمد السقا؟ نسمه مش بتحب احمد السقا، نسمه بتحب منصور، الشخص القوي الشجاع اللي لقت فيه كل الصفات اللي ما لقيتهاش فيك انت، وانت بيتمسح بيك البلاط. يا اخي ربنا ينتقم منك، جننت البنت، كان لازم تطلقها وفورا. طلاق ايه يا شوكت بتتكلم عنه؟ البنت بتروح منك. لا يا شوكت، الطلاق هيجيب نتيجه عكسيه. انا محتاج اشوف نسمه بره جو العياده، مش عايزها تلاحظ ان احنا حاطينها تحت الملاحظه، وبعد ما تخلص الملاحظه اقدر انا احدد العلاج. طب وانا المطلوب مني يا دكتور دلوقتي؟ انت عليك دور كبير قوي يا ابني، انا عايزك تهودها على الاخر. لو هي شايفاك منصور اتعامل كانك منصور. اتعامل كاني منصور ازاي يا دكتور؟ طب افرض حضرتك قامت من النوم شافتني في عبده، اتحزم واروح لها؟ لا سلام، الاكل حلو قوي يا مدام كاميليا، طعم بشكل بالهنا والشفا يا دكتور شبراوي. و يا ترى نسمه بتعرف تطبخ زي مامتها ولا ايه؟ تطبخ؟ ده احنا ما لحقناش نسلق بيضه. هو انت طلبت مني حاجه وانا ما عملتهاش يا منصور؟ منصور الله يخرب بيت منصور، على بيت هند صبري، على فيلم الجزيرة. منصور مين يا بنتي؟ لا ده الموضوع طلع بجد ولا ايه؟ نسمة حبيبتي، انت ما تعرفيش حد اسمه عمر؟ عمر؟ لا ما اعرفش حد اسمه كده. عمر يا نسمة اللي كان معانا في العيادة. هو احنا كان معانا حد اسمه عمر في العيادة؟ اه ده التمرجي بتاعي. تمرجي؟ هي وصلت التمرجي؟ استأذن انا. على فين؟ طالما تمرجي بقى هروح ادي حقنتين وارجع لك. استنى يا منصور، انا عايزك وانت يا سيد شوكت، انا عايزك في موضوع مهم. انا لسه ما خلصتش اكل. الموضوع اللي انا عايزك فيه اهم من الاكل. كما توقعت نسمع عندها اورتومينيا. ايه الاورتومينيا ده يا دكتور؟ الاورتومينيا ديت الاسم العلمي لمرض هوس العشق. المريض بيقع في حب شخصيه موجوده في خياله هو بس، زي مثلا نجم سينما، بطل اسطوري، وطبعا بيحاول يعوض الصفات اللي فقدها في شخص عزيز عليه، زي الاب، الام، الزوج، زي حالة نسمة. يعني نسمة دلوقتي عايشة في حلم، لو فاقت منه أكيد أكيد هترجع لطبيعتها وتنسى كل شيء وتبقى زي الفل. مش فاهم حاجة. معلش يا دكتور، هو احنا نتب حضرتك معانا شوية، ممكن بس تبسط لنا الموضوع شوية؟ يعني نسمة بتحب شخصية منصور في صورة عمر. بعد إذن حضرتك بقى، يعني نسمة دلوقتي شايفاني منصور ولا عمر؟ شايفاك عمر، لكن في شخصية منصور الزوج الذي كانت تتمناه. لا اله الا الله،
سامحني يا دكتور، انا دخت منك. باختصار يا سادة ومن غير ما اطيل عليكم، عمر بالنسبة لنسمة برواز، برواز مرسوم جواه شخصية منصور. انا مش فاهم حاجة، انا مش فاهم حاجة، هنحل مشكلة دي ازاي يا عمي؟ انت مسألني انا؟ حل انت يا حبيبي. حسبي الله ونعم الوكيل. ليه يا عم؟ مجوزك البنت وردة مفتحة، انا مش حاجة، كانت زي الفل. ايه ده عم؟ جبت لها المرض، ربنا ينتقم منك. بس انا الغلطان، انا الغلطان اللي جوزتها قلب زيك. بس بلاش عرف يا عمي، بلاش قال لي تقف بقى. ايه ده يا عم؟ عشان نحل المشكلة. انا الغلطان يا عم. استغفر الله العظيم. عمر تحت امرك، انت لازم تقهر منصور. اقهر اعمل ايه يعني؟ نادين. نعم. انت صحفية؟ ايوه. دبري مقابلة مع احمد السقا. احمد السقا يا جماعة انتوا بتهزروا؟ ده انا بقالي سنة عايز اعمل معاه انترفيو، مش عارفة يا اما مسافر يا اما بيصور. يعني عمر مش هيعرف يقابله؟ اسمها نقابله، انا مش هقابله لوحدي لانه مش هيصدقني. وانا مالي يا اخي؟ انت المسؤول عن الموضوع ده يا دكتور. هو في يا جماعة انتوا خدتوا قرار خلاص ان انتوا هتقابلوه؟ مش بالسهولة دي على فكرة. الموضوع منتهي. طب وهنعمل ايه؟ سيبونا افكر. دباح انزل لي يا دباح. اهوي سقف سقت. ايه دلوقتي؟ هو ده وقته؟ فين البضاعه يا دباح؟ مفيش بضاعه. ده انت بتشتغلني بقى. انا عربي شطه اللي مسمع في كل حته. اعلى ما في خيلك اركبه يا قرن شطة. يبقى انت اللي جنيت على موتك وانا اللي يشتغلني ازعله مني ولا ايه؟ وضعها ده عند اللي حمره واللي شواه. الكلاب ما يردش عليها غير الكلاب. هو السقا هيطلع ايه من العربية؟ اكيد هيطلع حصان، ده السقا. كلاب؟ يبقى انا في ميدان جوينة. اجري يا دكتور شباب. يا جماعه احنا بنهزر ولا بنشتغل؟ الله، ليه اللي جاب العيال العبيطه دي هنا؟ اسفين يا استاذ احمد، زي ما بقول لحضرتك كده. يعني كل اللي انتوا عملتوه ده واندسيتوا وسط الممثلين وكنتوا هتبوظوا لي اليوم عشان الهري اللي اتحكى لي ده؟ والله العظيم يا استاذ احمد انتوا بتهزروا مش كده؟ بتهزروا؟ يلا ادي التهو. ارتومانيت ايه وشيزوفرينيت ايه؟ انا فاضلكم. والله يا ساقه بيه انا دكتور محترم واسم الدكتور شبراوي عظيمه. عظيمه يا مصر، عظيمه على نفسك. غور ياض من قدام يا استاذ احمد. صدقني ده دكتور بجد ما يغركش، هو شكله عجلاتي بس صدقني دكتور. طلع له كارنيه عم انت. والله يا استاذ احمد احنا اسفين جدا، بس انا فعلا عملت كده عشان يقابل حضرتك والله مش اكتر. اللي انت عملتيه غلط. افرض الكلام كانت عورت حد فيهم، اروح انا فين بقى؟ انا اكلم رئيس التحليل بتاعك يا نسمة. اهو 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 يا سقا بيه الكارنيه بتاعي اهو، وادي ورق حاله نسمة. انت اللي بتعالجها؟ ايوه. طب ما لازم تتهبل طبعا. حول ولا قوه الا بالله. انا بيتي بتخرب وغلاوه هند صبري عندك تساعدني. الله، شكله قفش مع هند. ما تجيبش ريتها قدامه. طب وحياه منى زكي عندك تساعدني. الله. طب ياسمين عبد العزيز تاكل ولا ايه؟ اسمع اسود ومنيل، ايه ده؟ انت مفضل، انت خلصان يا ابني. ما ليه حق تعمل معاك كده؟ انت صعبت عليا. ربنا يخليك. وانا قررت اقف جنبك. الله يخليك. بس تسمع اللي هقول لك عليه. اللي تؤمر بيه. بكره الساعه 8 تستناني في بيتكم وتنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بالحرف الايه؟ بالحرف الواحد. بس كده. اله ربنا ما يوقع لك فيلم. امين. اله ربنا يجعلك في كل رمضان مسلسل. امين. يا رب تعمل الجزيره 3. امين. عمر. يا عمر انت هتشحت عليا يا عمر. انا هعد لغايه واحد ما اشوفكوش قدامي. اللي تؤمر بينك. يا دكتور عظيمه الكارنيه.